يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل الحرارة ليلا رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 35، الصغرى 26، الإسكندرية 33-24، مطروح 32-25، بورسعيد 32-27، والإسماعيلية 37-25، وننتقل إلى السويس 37-26، العريش 34-24، طابة 34-27، شرم الشيخ 38-29، والغردقة 39-30. أما في الأقصر فالعظمى 42، الصغرى 28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-28، حلايب 36-29، وأخيراً شلاتين 38-31. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.